النجم طغلة سرطاش مرشحا ليكون بطل مسلسل المنظمة في موسمه الجديد بعد أن تم الإعلان رسميا عن تجديد المسلسل لموسم خامس. بعد أن تم تأكيد خبر انفصال النجم مراديل دريم عن مسلسل المنظمة في نهاية هذا الموسم، بدأ البحث عن بطل جديد للموسم القادم. وهناك آبار تم تداولها إن الشركة المنتجة للمسلسل المنظمة قدمت عرضا رسميا للنجم دوغلاس سارتاش ليكون بطلا للمسلسل في الموسم الجديد. اذكر أن النجم دوغلاس سارتاش في آخر ظهور له مع الصحفيين وعند سؤاله حول عودته قال إنه قريب من الاتفاق على مسلسل جديد، ولكنه قال لن يكون مسلسلا عسكريا. teşekkür ediyorum. Yeni projeleri soralım var mı bir şey? Var. Yeni sezonda güzel bir şey yapacağım. Şu an detayları belli değil televizyona. Daha detayları belli değil. Detayları belli olunca söylerim zaten. Ama asker, heyecanlıyım yani. Asker rolünde mi göreceğiz sizi? Değil ama heyecanlıyım yani. Çok heyecanlıyım bu yeni iş için. Teşekkür ederim. Sağ ol. يذكر أن الشركة المنتجة لمسلسل المنظمة هي نفس الشركة التي أنتجت قبل ذلك مسلسل العهد، والذي كان من بطولة النجم طغلا سارتاش. وإذا وافق النجم طغلا سارتاش على بطولة المسلسل، ستكون هذه هي المرة الثانية التي يجتمع فيها مع أبو كيبوسات.